السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله بخير أوقاتكم. عاجل، سلاح صنعاء الجديد يصدم الاستخبارات البريطانية. وإلى التفاصيل. بعد تريث لنحو 4 أيام، أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية التابعة للمخابرات البريطانية عن هجوم على سفينة على بعد 400 ميل بحري من القرن الأفريقي، في حدث غير مسبوق للهجمات على السفن الإسرائيلية. موقع الهجوم البعيد عن السواحل اليمنية ودقة الاستهداف على الرغم من المسافة البعيدة وضع دوائر الاستخبارات البريطانية لتحليل الهجوم غير المتوقع، لتعلنه بعد أيام، على عكس بقية الحوادث التي تسارع للإعلان عنها بشكل عاجل. وقالت الهيئة البريطانية إنه في 26 إبريل أبلغ ربان سفينة عن هجوم بمسيرة خلال العبور في المحيط الهندي على بعد نحو 300 إلى 400 ميل بحري جنوب شرقي القرن الأفريقي. الهجوم على السفينة البعيدة عن السواحل اليمنية والعابرة في أعالي المحيط الهندي يكشف عن تطور خارق الأسلحة التي تملكها صنعاء من حيث المدايات الكبيرة والتحكم بدقة الاستهداف رغم طول المسافة. والحديث متأخر عن الهجوم جاء بعد تحليل المعلومات الصادمة لدوائر الاستخبارات البريطانية والتي كشفت جهلها بمخزون ونوعية الأسلحة التي تمتلكها القوات اليمنية في صنعاء. ولم تستبعد مصادر أن يكون الإعلان البريطاني محاولة لدفع صنعاء للحديث عن العملية والكشف عن بعض المعلومات التي يمكن أن تقودها لبعض الحلقات المفقودة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.